روتين يومي عنا يا نحن بدنا نقعد عليه بالمكتب رواق اوكي مرحبا يا هلا تعرفني باسمك رضوان حضرتك زينة طيب شكلكم كثير في كيمستري بيناتكم فشرحت لكم قواعد اللعبه مبدئيا فبس بدنا سرعه انت لانك انت اللي حتحذرها بدنا سرعه كثير قويه لحتى هي تعرف شو الكلمه بسرعه جاهزه فبدنا سرعه كرمال تعرفوا اقل شيء 5 كلمات يلا هدي الموبايل رواق يلا رواق هيك رواق اوكي يلا نبلش بس هو ببلش يلا بقلك مستعد 1 2 3 4 يلا شغلة بنحط فيها اواعي في البيت زاني تمام يلا تمام بس اشارة يلا يلا نقعد عليه بالمكتب تمام يلا شي بنسبح فيه لتحت مسبح بحر لا بنغمق لتحت كثير لا فعل فعل ما عليها فعل هو يلا ما حذرت يلا اللي بعده اوكي يلا شي بكبروا فيه بشوفوا شغلات صغيره نعمه تمام يلا يلا ضلكم كلمتين يلا شي بنلوح فيه للناس بدون ما بس سلام هيك قول الكلمه يلا شو قطع لا يلا 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 كلمه حنعطيكم لسه الصبح بكير من فيه شو بيكون التوقيت؟ 7 لا التوقيت يعني كلمة مو توقيت اوكي خلص خلص طيب هلا بما انكم كان في شوية بطء حاعطيكم كلمة واحدة هي اللي حتكون حاسمة اذا انتم حتربحوا ولا لا مبدل حابة انت تحذري؟ ما في مشكلة انت اسرع منه بالشكل. لا خليه هو يلا طيب اوكي طيب هي ما كانت حابة تحذر لانه تضيع ليش هيك مستهزئين يلا أوكي. كلمة واحدة بقى خلينا كلمة واحدة هي طبعا. حتحكم إذا أنتوا حتربحوا ولا لا يلا يلا تعدي شي مدافع عن حالنا فيه رياضة كاراتين تمام يا الله أنا حسيتها صعبة يلا حنرجع خليكي أنتي حذري بما انكم على فكره هود كان ضل لكم كلمتين لحتى يلا. تربحوا انت حذرتي واحده لنشوف اذا حيحذر هو يلا بلكي انت اشطر منه اوكي ذن يا شي بنطلع كل يوم الصبح بكير شي تاكسي مكرو روتين يومي عنا يا نحن بدنا شغل لا لا مثل الهرولي يعني قريب على الهرولي يعني قربت على الكلمة خلص اوكي ركض نجري هي صح مزبوط شو فعل هو روتين يومي هو لا هو روتين يومي بيطلعوا الصبح يعني انت بتركض الصبح؟ لا رفقاتي انا ما رح اركض اكيد انا عندي ساعة نومان بركض بتقول لحال بكره اه مزبوط عن جد والاهضم شكرا كثير لكم وهيك انبسطنا ان شاء الله انتم تكونوا تسليتوا تسليتوا ما بصير اعتبرنا حالنا اوكي ان شاء الله الف مبروك ربحتوا معي الله شكرا لكم